جاي من أخونا باسم المسؤول عن التصوير في الكرنة، وهو يعبر عن بقية المجموعة إنه مش قادر بالكاميرات يجيب الرينج ده. فبرجاء إنه لا يعني يكون كل الحاضرين تقريبا ماكسيمم في الثلاث صفوف دول، أذروايز إحنا هنتعبه هو. فرجاء إنه كله اللي على الأطراف يتفضل يضم هنا من فضلكم. من فضلكم كله يجي كده، كله يجي كده لو سمحت. يعني لو حد من الاحباء دخل متاخر واضطر نقعد هناك يا ريت كده بس حد يشاور له، عشان ده بيريح اخواتنا مش عايزين نتعبهم. اوكي يا اخي باسم، اوكي كده معقول. ثانك يو. اوكي شكرا. الى الحلقه الاخيره في الدراسه في سفر ملاخي. ربما الحلقات الثلاث السابقة كانت الصورة داكنة، مش كده؟ لأن الرب يعاتب شعبه قائلا، ما هو الشعار الذي اتخذناه؟ أين حقوقي؟ لقد أهملتم حقوقي، سواء كان في العبادة الإلهية أو في الواجبات الأخوية، العلاقات الأخوية اللي تأثرت، أو في الأمانة الزوجية، أو في التقديمات العشور والتقديمات المادية. وهذا ما تكلمنا فيه في الثلاث اجتماعات أو فرص دراسة السابقة. وأعتقد أن الرب قصد أن يكون ماشي in parallel مع الدراسة اللي بيقدمها الأخ حبيب عياد. وربما النهاردة هيحصل merging بين الاثنين، وهقول في البداية أو أول ما ابتدي أقرأ هقول merging ده هيجي فين. الدخول الخطين مع بعض هيلتقي فين. النهاردة بقى عايزين ناخد صورة مضيئة. عايز تتصوروا معايا الرب من السماء ينظر إلى بقية جاءت من شعبه اللي كان نسبي، رجعت إلى أورشليم، وكان عشمان إن البقية دي باستمرار تاخد دور يمجده ويكرمه بعد ما أكرمهم إكرام غير عادي. وبعدين إذ بالبقية دي غالبيتها لا يكرم الرب، والرب يتألم يا أحبائي. أنا نفسي يوصل لنا، يوصل لقلبي ويوصل لنا أن الرب الغالي ده بلغة بسيطة يصعب عليه لما يكون منتظر مننا بعد كل اللي غمر وبيغمر بيه، وبعدين لقينا على الأقل فينا روح من الإيه؟ اللامبالاة، اللامبالاة بحقوقه علينا. أغلى حاجة على قلب الرب إنه يلاقي إنه أموره نمرت واحد. صدقوني لو أنا نفسي مثلا، لو إمكانياتي المادية محدودة لكن جوايا الرغبة إن أقدم للرب أضعاف اللي عندي، بس ده اللي موجود، هو هيكافئ مش على اللي طالع، مش على اللي بيتقدم حرفيا، لكن هيكافئ على إيه؟ الرغبة. رغبة. سيأتي يوم كقول بولس في كورنثوس الأولى 4، عندما يأتي يوم الظهور أمام كرسي المسيح وفيه سينير خفايا الظلام، ده مش على الأشرار، لا، ويظهر آراء القلوب. اليوم أنتم ترون أفعالي وأقوالي، لكن غدا أمام كرسي المسيح كما رأى دوافعي ستكشف دوافعي أمام كرسي المسيح. عشان كده الواحد كل يوم يقول له خلي دوافعي يا رب من فضلك ترضيني، ترضيك وإيه وتمجد. وسط الجماعة دي اللي السيد الرب لم يصر بها، بص كده لقي جماعة قليلة قوي وسط المجموع من البقية، وجد بقية وسط البقية. وهذا عنوان حديثي في هذا الصباح، بقية في وسط البقية. عشان أكون واضح، البقية الأولى الكبيرة دي اللي هي مين؟ كل
كل سفر ملاخي. اللي رجعوا منين؟ من السبع. اللي موجودين فين؟ في اورشليم. اللي بيعبدوا قدام المذبح. هل مكانهم غلط؟ المكان صح. طب الحالة؟ غلط. هل التعليم اللي عندهم ملخبط؟ لا. لكن طريقة العيشة مش بسطرة، مش راضي عنها الرب. وقد نكون احيانا نعلم صح وموجودون كنسيا في المكان الصحيح الموصوف في تعليم الرسائل عن اين تسجد، كيف تكسر الخبز، كيف تمارس المواهب، اين تمارس حقيقة رئاسة المسيح للجماعة، لكن هذا ليس كافيا. فهناك بحث عن حالة روحية ترضي الرب. حديث اليوم عن البقية في وسط البقية. دعونا نقرأ الملاخي 3 من عدد 16. ملاخي 3 من عدد 16، ثم أيضا أقرأ أصحاح 4 عشان استكمال الصورة. حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبا، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. ويكونون لي، قال رب الجنود، في اليوم الذي أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه، فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده. الأصحاح الرابع. فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر، الشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعبول الصيرة وتدسون الأشرار، لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا، قال رب الجنود. ماذا تريد أن تقول في نهاية سفر ملاخي والعهد القديم مع رب؟ اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل، والفرائض والأحكام. هذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم، لألا آتي وأضرب الأرض بالعنة. أمين. يا ربنا نحن ننتظرك فعلا تشجعنا لنبقى من البقية في وسط البقية. أعطنا أمانة وأعطنا طاعة، واستخدم كلمتك الآن لتشجعنا يا رب لمزيد من التعلق بك والرغبة المخلصة الداخلية في أن نكرمك. لاسمك كل المجد. أمين. في كل العصور أوجد الرب بقية، ريمننت، بقية، مش كده؟ بدءا من قبل الطوفان، لما كل العالم، عندما كان كل العالم في حالة رديئة جدا، نسمع عن واحد وبيته. يقول لنا الكتاب وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح. هو أنجب متوشالح وهو عنده 65 سنة، بعد كده صار مع الله 300 سنة ولم يوجد لأن الله أخذه. كأن الروح القدس من بداية الكتاب يريد أن يلمح أمامنا إلى فكرة انه مش لازم تكون المجموعة كلها امشي معها في ذات الطيار، لكن ينتظر ان يجد في القلب اشواق ان اسير مع
الله، أسير مع الرب. قيلت عن أخنوخ وقيلت أيضا عن رجل بعده هو مين؟ هو نوح. يعني سير مع الرب ببساطة هي علاقة يومية فيها المؤمن لا يريد من الرب إلا أن الرب يتمجد ويكرم في ذهابي للعمل، في تربية الأولادي، في شرائي، في بيعي، في جوه حاجة باستمرار بتقول له عايز أكرمك، اتمجد، عايزك تكرم على قد ما أنا قادر، أريد أن تكرم من وراء ما أعيش يا رب أنا وزوجتي وأولادي، مش كده؟ بعد كده تمر الأيام وفي أظلم تاريخ في شعب إسرائيل، عارفين تاريخ مين؟ أخي عياد أشار إليه في مرة، عارفين تاريخ أظلم وقت في تاريخ شعب إسرائيل بالضبط أيام أخاب اللي مراته مين؟ إيزابل. كان في نبي طاقي اسمه إيليا وشهد شهد وجه في وقت فشل. وعايز أقول لأي أخ وأخت إن كنت بتخدم ما تفشلش، تفضل تقول الحق، قول الصح، قول اللي بحسب الكتاب، قول للغلط غلط وقول للصح صح، ويحمينا ربنا من أننا نوصل للحالة اللي قالها إشعياء في إشعياء 5. اسمحوا لي أن أقرأ هذه الآية التي تؤثر فيا كثيرا جدا، إشعياء 5. إن أراد أحد أن يعني يتابعني، إشعياء 25، ويا ليتنا نحفظ هذا الشاهد من فضلكم لأن أيامه أهي. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شر، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلوة مرة. طب ليه ده اسمه ايه ده؟ قلب المقاييس. وصلنا في دي؟ وصلنا. ولأننا عايشين في عالم يا أحبائي يبص على الغلط، ها، تعليميا غلط، سلوكيا غلط، كنسيا غلط، عائليا مش مظبوط، ها، العالم كله يبص على الغلط ويقول ايه؟ يقول this is the norm. The norm. نورمال، ده العادي. لا لا، بالنسبه للي عايزين بقى يرضوا ربنا هيفضلوا باستمرار يقولوا ايه الغلط يا جماعه اسمه ايه غلط. مش لانه الجماعه دي بتقول عليه غلط، اقصد بالجماعه الجماعه المسيحيه، مش لان الجماعه دي بتقول غلط، مش قياسنا احنا ما تتصرفش بالشكل ده علشان ها لا ننتقد من الاجتماع. لا لا، وحتى في تربيتنا لأولادنا لا يا أحبائي، لا تتصرف يا ابني أو يا بنتي هذا التصرف لغرض واحد، نحن نريد أن نرضي الرب. ودعونا نمسك الكتاب خاصة في تربيتنا لأولادنا حتى لما بيكونوا شباب كبار، نمسك الكتاب ونقول هذا هو القياس، القياس هنا، تعالوا نقرأ مع بعض ومش عايزين نخلط. ماشي ده غلط، خلاص انا هسميه ايه؟ غلط، بس بلاش نسميه ايه؟ ها؟ صح. ده دور مهم قوي علينا، دور مهم قوي في اسره تقيه، ان المقاييس تكون دايما صحيحه. المقاييس في اختيار الاصدقاء، المقاييس عند الزواج، المقاييس في المناسبات، المقاييس في الثياب، المقاييس في كل شيء، في مقاييس، في مقاييس، مش مبادئ طائفة أو مبادئ جماعة، لكن دي مقاييس إيه؟ والحقيقة، الحقيقة الرب النهاردة موجود في كل جماعة مسيحية أتقياء، صح؟ أتقياء. إحنا يمكن ربنا بعتنا كخدام بنلف في العالم وبنحتك بجماعات مسيحية كتير، في ناس أتقية، في ناس أتقية بنتعلم منهم حياة الأمانة للرب ببساطة شديدة، هم كتاب غالي عليهم وكتاب بيدرس باستمرار، واحنا مشتاقين ان ده يبقى فينا وفي ولادنا. انت قلنا الرب اللي هيمسكوا القيادة الروحية بعد 20 سنة هيكونوا مين؟
احنا نكون يا مش موجودين خالص يا هنكون عجزنا مش قادرين. ها لا بد ان الرب اللي هيكونوا ليدرز يكرموا ربنا. حضراتكم عايشين هنا، احنا عايشين في مصر، اللي هيكونوا مسؤولين تعليميا وسلوكيا وارباب اسر، اباء في بيوت وامهات في بيوت، هيكونوا مين؟ الاولاد. النهارده الاولاد اللي موجودين دول، تخيل مسؤوليه زرع مفاهيم كتابيه صحيحه. انا لا اجبر اولادي، لكن علي اقول ادي الخير ده اسمه ايه، السلوك ده، التصرف ده اسمه ايه خير، والتصرف ده اسمه ايه شر، ده اسمه ايه حلو وده اسمه ايه مر. ويا ابني او يا بنتي اتفضل يا حبيبي خد قرارك، بس انا كتقي اخد الموقف الصحيح اللي يمجد الرب. ايليا الخادم واي اب او ام في هذه الايام ربما يقول صعب علي، الرب يقول له تشدد لاني ابقيت لنفسي 7000 كل الركب التي لم تنحني تكسل الدعل ولا تقبل. يعني ايه؟ انا بشيل لنفسي. وصلاتي في هذا الصباح يا ليتني اكون وبيتي من هذا الصنف، اجعلني يا رب من ضمن هؤلاء الذين ابقيتهم لايه لنفسك. تمر الايام وقبل مجيء المسيح الاول نجد بقيه وسط البقيه، هذه البقيه تجدها في ملاخي 3. تستمر هذه البقيه وياتي بعدها بقيه في 400 سنه قبل ميلاد المسيح، وبعدين على طول قبل ميلاد المسيح لوقا 1 و2 هنتفرج على بقيه منهم ناس مذكوره بالاسم. هنقول انجيل لوقا 1 و2. طيب وقبل مجيء المسيح الثاني اللي احنا منتظرينه في بقيه، ايوه مين دول؟ اتفقنا ان مش هنقول الجماعه الفلانيه، ها هم دول الايه البقيه، بس ليها مواصفات. اين تجد هذه المواصفات؟ سفر الرؤيا اصح 3 مذكوره، مش الرب هلمح عليها. رؤيا 3 عندما يخاطب الرب ملاك كنيسة فيلادلفيا. يبقى شايفين خط البقية؟ تكوين 5 أخنوخ، نوح 6 تكوين 6، بعد كده ملوك الأول 19 في إيه؟ 7000 ربة لم تنحني وتكسو وتقبل البعض. بعد كده قبل مجيء المسيح الأول أيام ملاخي بقية 400 قبل الميلاد. بعد كده خلاص هيتولد الشهور اللي قبل ولادته بقية لقى 1 و2. ثم العصر اللي احنا فيه قرب يجي تاني في ايه؟ في ايه؟ شجعوني وردوا معايا في ايه؟ في بقية او سمات هذه البقية. هتكلم بسرعة في موضوع البقية دي في 3 عناوين. العنوان الاول سماتها من ملاخي، العنوان الثاني أسماءهم وصفاتهم من لوقا 1 و2، ثم رؤية 3، العنوان الثالث مكافأتهم. أمين؟ هنمشي بالتسلسل. أول حاجة سمات هذه البقية في ملاخي أصحاح 3، أول حاجة التقوى. وكلم إيه؟ متقو الرب كل واحد قريب. لاحظ أن سفر ملاكي تذكر فيه كلمة التقوى 7 مرات وليس عبثا أن تذكر 7 مرات، فلقصد إلهي أن السفر ده حالة مظلمة تجد الرب بيكرر كتير كلمة الإيه؟ التقوى. أنا يعني عايز بس أصح 3 عدد 16 هو اللي يبقى قدامنا عشان أحب بعينيهم شوية بتبقى مبرجلة بين اللي بيتكلم وبين الشاشة، فثبت 3-16 والشواهد الثانية أنا هقولها أو هنطلعها في الكتب. أمين؟ طيب فين نجد الإشارات؟ نجدها دي هنشوفها كلنا مع بعض، إشارات التقوى في ملاكي. أول مرة جاءت في 2 أصح 2، أنا بس مجرد قراية، أصح 2 عدد 5 جاب 3 مرات بيتكلم عن لاوي، سبط لاوي كان
عهدي معه للحياة والسلام وأعطيتهم إياهما لإيه؟ للتقوى. واحد فاتقاني ومن اسمي ارتاع هو. اتفقنا ان ارتاع ده مرادف لإيه؟ مرادف لإيه؟ للتقاني. صح. 3:5 تأتي سلبيا من لم يتق الرب وسط إسرائيل أو وسط البقية. وبيقول 5 يذكر مجموعة خطايا وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحرة والفاسقين والحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الأجير الأرملة واليتيم ومن يصد الغريب. وكل ده سببه إيه؟ سبب الخطايا دي إيه؟ مصدر الخطايا دي إيه؟ ولا يخشاني. دي حالة الناس في العهد الجديد، ليس خوف الله أمام عيونهم. طيب دي الإشارة الرابعة. الإشارة 5 في الجزء اللي قريته النهاردة 16 حينئذ كلمة متقو الرب كل واحد قريبه. كويس. دي المرة 5 والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب. دي المرة 6 وللمفكرين في اسمه. المرة 7 4 2 ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في إيه؟ في أجنحتها. هنا أقول بقى أين نجد نقطة التلاحم بين الدراسة التي يقدمها الأخ الحبيب عياد وبين دراسة سفر ملاخي؟ عارفين؟ الواقي الرئيسي من الضلالات التعليمية هو أولا ليس فقط المعرفة للرب، لكن الواقي الرئيسي التقوى. أين أجد هذا في الكتاب؟ الرسالة الثانية لبطرس. بطرس تكلم فيه وأرينا الأصحاح الثاني من بطرس الثانية أنه كما كان في الشعب أنبياء كذبة سيكون فيكم معلمون إيه؟ كذبة كثيرين يدسون بدع هلاك. ده في 2 بس في أصحاح 1 هو ما بدأش بالمعلمين الكذب وبالتعليم وما بدأ بإيه؟ تعالوا بقى صح 1 بطرس الثانية 1 كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة ولذلك عينه وأنتم باذلون. أو بقى دي الكلام ده لينا احنا. كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مواد أخوية وفي المواد الأخوية إيه؟ محبة. ده بس في الجزء ده المقدمة يقول الله دانا كل اللازم نعيش أتقية ودي بتشجعنا كلنا. أخي أختي أوعى تقول إنه الطيار صعب سواء تعليميا يمكن اللي بيخدموا خدمة كلمة حاسين هنلحق على إيه ولا على إيه. لا أبدا دي شغلة الرب. إحنا بس نشرح ونبين الغلط من الصح ونعيش كخدام أتقية لأن عادة الخدام الأتقياء لا يمكن أن الكريديبيليتي بتاعتهم تتهز. فمهما قدم من تعليم مقبول لأنه خادم إيه؟ تقي. حياته تقية خالية بالذات من 3 أشياء. أقول هذا لكل من يخدم. 1 محبة المال. 2 الابتعاد عن الشهوات الجنسية. 3 الابتعاد عن الرغبة في الشهرة. 3 حاجات دول هم فخاخ الخدام أي خادم في أي مكان في العالم. والعجيب أنك ستجد في رسالتي تيموثاوس لخادم عظيم أن بولس يحذره من 3 أشياء فيقول له اهرب من محبة المال. 2 اهرب من الشهوات الشبابية. 3 يقول له ايه؟ يقول له كن قدوة للمؤمنين. لما تبقى قدوة للمؤمنين انت هتبقى شخص مش منتاش بتبحث عن الشهرة لكن غرضك انك تبقى بركة لمين؟ لاخوانك.
إذن نحن كخدام وحضراتكم كخدام عايز تكون واقف بسد ضد طيار تعليم الضالة. أولاً عش أنت وزوجتك وأولادك حياة إيه؟ تقوية. ثانياً نحن كمؤمنين عايزين نبقى بركة المجتمع الآن شرقاً أو غرباً، محتاجين إننا نعيش حياة الإيه؟ حياة الإيه؟ واحد يقول لي بسط لي طاقة، أقول له ببساطة الطاقة هي إن أنا بعمل حساب لي، بعمل حساب لربنا، وأنا في أوضة نومي بعمل حساب لربنا، وأنا بفتح التيفي بعمل حساب لربنا، وأنا سايق السيارة بعمل حساب لربنا، لما بدخل شغلي بعمل حساب لربنا، لما بعمل التاكسس بتاعتي في كل فترة مطلوب الدولة بتطلب بعمل حساب لربنا، لما بتكلم مع أخ أو أخت عن حد تاني بعمل حساب لربنا. لا بنم ولا بنقول سير ولا بدي في ظهر الناس، أنا بعمل حساب لربنا، أنا عايزه يبقى راضي عليا، أنا عايز في آخر كل يوم لما أجي أنام أقول له كنت مبسوط النهاردة، كنت راضي يا رب، يبتسم كده ويقول لي كنت مبسوط وراضي بالدنيا كلها دي. صح؟ صح؟ بالدنيا كلها. أوعى إبليس يهاجم أحدنا بسهل، أنت محروم من هذا الأمر أو هذا الشيء، أنت محروم من مستوى مادي أو محروم من وجود أولاد أو بنات أو محروم من بيتك بقية إخوتك، يكفيني رضا. عارفين قال إيه داود المختبر؟ حياة في رضاك، الحياة life is in your pleasure، الحياة أن تكون راضيا، خليك راضي، كل حاجة تانية تبقى حلوة من ليها طعم، وما تسمحش اني اتحرم من ابتسامة رضاك يوم واحد. ولو غلطت وانا مش واخد بالي فوقني، صححني، حط فرملة قدامي عشان ارجع واقول لك انا اسف، زي ما رنمنا انا بعتذر، كنتش واخد بالي من اللي بعمله، انا عايزك تبقى راضي عليا. ادي الطاقة. والنعمة علمتنا ان نعيش بثلاث حاجات، تيتوس 2، النعمة التي خلصتنا علمتنا ان نعيش بثلاث حاجات. واحد، ها، اول حاجة تعقل، 2 بر، 3 تقوى. يعني ايه تعقل مع نفسي؟ مع نفسي انا يعني تعقل ما جاي منها اعقل، رزانة، اتزان، to be balanced، ابقى متزن في تفكيري وبالتالي متزن في تصرفاتي. ايه كمان؟ بر، علاقاتي بالناس واضحة، انا شخص مستقيم، انا مش مرائي، ما عنديش حاجة to hide، nothing to hide، انا مش بعمل حاجة علشان just to pretend before the others، للدعاء امام الاخرين، ولا انا ما عنديش حاجة اخبيها to hide، لا، I'm clear، انا كده زي ما انا في البيت، انا في الشغل، انا قدام المؤمنين في الاجتماعات. البر الثالثة ايه؟ طب ايه بقى هي التقوى؟ انا وهو مع بعض، انا وهو مع بعض. هل دي ليها مكافآت؟ ليها مكافآت كتير. مثلا زي ايه؟ سفر المزامير على سبيل المثال مليان بالكلام عن مكافآت. من اول المزامير يقول ايه الرب داود في مزمور من المزامير، مزمور 4، يقول له كده اعلموا يا مؤمنين ان الرب قد ميز، يا حلاوة الآية دي، ميزهم ايه؟ كل موقف اتحطوا فيه هيميزهم، ميز تقياه، واكثر ميزة الرب يسمع عندما ايه؟ لما يكون الضمير صالح يا اخوة وغير ملوم، صلي له في اي وقت في اي زنقة، صلي له نهار، صلي له ظهر، صلي له ليل، صلي له عليه خدمة، صلي له فيه مشكلة، صلي له رايح مستشفى، صلي له، قول له انا محتاج تيجي معايا. مرة كنت في جلسة مع مجموعة من أقاربي في مناسبة، وبعدين الرب فتح كلام عن خد الرب معاك شغلة،
وبعدين ليا ابن خال قال لي يعني ايه يا فريد اخده معايا شغلي؟ قال لي بصراحه انا بكره الجنرال مانجر بتاع الشركه، هي شركه يابانيه كبيره وهو مركزه كبير، بس غيروا المدير ودايما تغيير المديرين بيبقى فيها مشاكل كبيره. فقال انا عندي لقاء مهم هو محدد لي معاه، اروح الاوفيس بتاعه نتكلم مع بعض. قلت له اوكي خد الرب معاك. قال لي خد الرب معايا. قلت له يعني وانت داخل كده هو ببساطه قول له انا مش قد المقابله دي، اظبطه عشان ما يوترش اعصابي. اثنين سيطر على قراراته علشان ما يقولش حاجه يعني تزعجني انا ومراتي. نمره ثلاثه اديني نعمه في عينيه. بعت في اخر اليوم رساله قال لي اخذته معايا وما حدث في المقابله كان لا يتوقع. خد الرب معاك، خده معاك، خده معاك، كل صغيرة وكبيرة. ليه تتحرم من الامتياز الحلو ده؟ التقوى، godliness، fearing the Lord. فأول حاجة إن دول كانوا إيه؟ كانوا أتقياء. حاجة تانية في مكافآت التقوى، يقول في أخبار الأيام الثاني 16-9 لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع جميع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تصوروا يا جماعة، ها؟ بنصدق الآيات دي ولا دي للوعظ أو للسمع؟ ها؟ تتصور إن النهاردة عينين الرب لكل المجد تنظر من السماء لجلستنا وفرحان جدا، وده قليل علينا؟ ها؟ إننا نخرج من الفرصة دي نقول ايه الرب كان فرحان. يا كتير قوي دي. طب ما احنا اللي عايزين عيني الرب تجولان في كل الارض ليتشدد. اصل دول شاعرين بضعفهم، الاتقياء دول ما عندهمش حاجة ها to be proud about. امبارح كان الحديث مع young people عن اخطر خطية بيكرهها الله اللي هي الكبرياء، البرايد، مش كده؟ احنا ما عايزين يا اباء نبقى قدوة ليهم. قدوة في ايه؟ قدوة في اننا يشعروا فينا اننا بدون الرب ما نعرفش نعمل حاجة. تقول لي بس دي صعبة. اي نو انها صعبة، بس مع التدريبات الالهية انا مش عايز اكون عندي حاجة افتخر بيها، لكن يبقى الشعور اللي بيمتلكني لانه بدوني لا تقدرون ان تفعلوا ايه؟ ان تفعلوا شيئا. طيب التقوى. اثنين، سمة تانية لهؤلاء الأتقياء، بيتكلموا مع مين وسط الجو ده وسط الحالة اللي كانت دي؟ بيتكلموا مع مين ويتكلموا عن ايه؟ حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه. بيتقابلوا وكل لقاء ليهم مع بعض ها بياخدوه فرصة ان هم ها يدفوا قلبهم. في لقاءات الواحد يتقابل مع ناس يروحوا طفيله ومبردينه، يبقى عايز يروح بيته يسخن. وفي لقاءات تقعد مع اخوة واخوات، صدقوني اخوات، اخوة واخوات ها، يقول لك اختبار صغير او يقول لك ايات معينة او يقول حاجات الرب عملها معاه، تبقى طالع من الجلسة نفسك تصلي. احنا عايزين نبقى كده لبعض. كلم متقو الرب كل واحد ايه؟ قريبه، اخوه. نمرة اثنين، دي صورة للاجتماعات. اين نتكلم معا عن الرب؟ في الاجتماعات. امبارح واحنا في فرصة السجود وكسر الخبز كنا بنتكلم معا عن مين؟ عن الرب. وهكذا في الاجتماعات، نحن حتى لو قليل العدد نحن نتكلم معا عن الايه؟ عن الرب. والروح القدس لما ياخد حريته يروح جاي قدامنا مين؟ رب. ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي وايه؟ ويخبركم. ونخرج من الاجتماع ونقول حقا قد راينا ايه؟ قد راينا الرب. لكن كمان في امر تاني يقولوا في عبرانيين 10 تحريض مهم لينا في النقطه دي، عدد 25، وهو بيقول اليوم قرب. اليوم قرب يا مؤمنين، يقول لنتقدم بقلب صادق، بعد كده
لنتمسك بإقرار الرجاء وبعد كده لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الإيه؟ الحسنة. عبرانيين 10:25 مهمة قوي دي، لنلاحظ إيه؟ إيه يا إخوة؟ بعضنا بعضا علشان إيه؟ التحريض. دي بقى يندرج تحتها افتقاد إخواتي. السؤال عليهم، فيش وقت للزيارة، ماشي، بتكست، تليفون، في البريك أثناء الشغل، أنا محتاج اللي يسأل علي. طب اسأل أنت وشوف، ها، الراحة اللي هتجيلك في قلبك. الأخت تقول لأخواتها كده، يبقى عندها واحد اتنين تلاتة، ليه ما جيتيش يا فلانة ويا فلانة، افتقدناك في الاجتماع، we were missing you، ها؟ والاخ يقول لاخواته، يبقى طالع كده من الاجتماع يقول فلان غاب النهارده، هل شغل؟ هل ظروف؟ مش هينفع اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع ومانيش شايفه او مانيش شايف العيله. لنلاحظ بعضنا ايه؟ بعض، لازم نمارس هذه الاشياء. هكذا تكون للاجتماعات مذاقها ودفئها الروحي، فليس فقط بالوعظ. كلمة. ولا بالمواهب. يا أحبائي، ربما نوجد في أماكن نستمع إلى أعمق التعليم، لكن نحن نحتاج، وهذا سمعته من إخوة لي أحباء، قالوا لي نحن نستمع إلى أروع تعليم في مكان معين، وأنا بشكر الله لكل معلم أمين في هذه الأيام حقيقة وبصليه، لكني، بيقول الأخ أو الأخت، لكني افتقدت إلى دفء الإيه؟ الشركة. أنا عايز أبقى حد حاسس بي، حد عارفني. وكمان أقول هنا إخواتي الأحباء اللي هجرتوا، في إخوات ليكم مهاجرين جايين جداد وجم جداد وهيجوا، دول بقى عايزين اللي يدفدف عليهم قوي، وعايزين اللي يفتح قلبه ليهم قوي، واللي يفتح جيبه ليهم قوي، واللي يقول لهم تعالوا طلباتك ايه؟ طلباتي ايه؟ ياه، هو في حد في البلد دي بيقول كده؟ في احد جمع واحد يعني، في صح خايف احد اخر، برجع لسوقات اللغة العربية على قدر ذاكرتي هي احد. ايوه، في مؤمنين ريدي لمساعدتك وتعريفك، تعمل ازاي دي، وتطلع درايفنج لايسنس ازاي، وتعمل السوشيال كارد ازاي، وورق جرين يجي لك ازاي، و الى اخره. ادفيه بالحب. مفيش ايه بقى المواعيد اللي نقدر نحضر مع بعض الاجتماع؟ ادفيه بالحب، فتكون النتيجه ان هو يبحث عن الايه؟ الاجتماع. وانا برضو مش غرضي، هو انا بدفيه بالحب ان اجيبه الاجتماع اساسا، لكن انا غرضي ابني اخي روحيا واشفق عليه كما يشفق الرب عليا. نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على ايه يا اخوان؟ المحبه والاعمال الايه؟ الحسنه. دي المحبه الاخويه. لكن كمان كمل ملاخي 3:16 الآية اللي محطوطة قدامنا، يقول والرب عليه أصغى، وفي العبري تعني أصغى أمال أذنه بطريقة خاصة. تشبيه رائع، بشر يعني، تشبيه إنساني. خيات سمعنا إنه في فوارق في أسلوب الكتابة بالعبري، فهنا أصغى وكأن أذنه امتدت لتسمع. تسمع مين؟ بسمع الحبايب دول. وسمع وكتب امامه. عارفين الرب كانه ايه؟ سمع وفرح قوي، راح منادي على الملائكه، تعال 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 هاتوا الالواح اللي موجود، امسك يا ملاك يا فلان، امسك قلمك، دون دون ادون ايه يا رب المجد؟ دون دون الاخ ده، دون الاخت دي. طب ليه؟ قال اصله انا فرحان بيه قوي. طب وبعد التدوين؟ لا، ما في يوم مكافئات، في يوم هنوزع الناشئين. دون بس دلوقتي.
وكتب امامه سفر تذكره للذين تقوا الرب وايه والمفكرين في اسمه. وهنا اجد السمه الثالثه، السمه الاولى اتقياء، السمه الثانيه يتكلمون بعضهم مع بعض، السمه الثالثه انهم مشغولون. مشغولون بايه؟ مشغوليه داخليه باسم. الاسم ده مالي؟ ماله؟ الاسم ده غالي جدا على مين؟ اسم مين؟ اسمه مين؟ مش بس نجتمع الى اسمه حاجه نظريه، لا، اسمه غالي. وماذا يمثل الاسم؟ الاسم في الكتاب يمثل ايه؟ الشخص بكل صفاته ومجده. فلما اقول اسمه غالي، شخصه غالي، امجاده غاليه، هو غالي. بحب تأثرت قوي امبارح بواحد من حضراتكم كنا نتحكي معاه بالليل، قال لي العبارة دي، قال لي أنا ببقى جاي لأي اجتماعات أو مؤتمرات عطشان وجعان عايز أسمع عنه، هو حلو. قلت له عندك حق، عندك حق، الكلام عنه حلو، حدثوني عن يسوع، مش كده؟ أنا عايز أسمع عنه، بحب حد يكلمني عنه. هو مفيش علاج غيره، كالتفاح بينه شجر الوعر كذلك حبيبي بين ايه البنين. بسرعه في الدقائق اللي فاضله لي عايزين نظره للوقا 1 و2، بقيه قبل ميلاده مباشره، الشهور التي تسبق ميلاده مباشره، اشير اليها بالاسم ثم لوقا 1. اسره بقى، عيله، سلام على الأسر، سلام على الأسر لما تضلم الدنيا قوي وتلاقي الفاميلي بتلمع قوي. وعلى فكرة دايما في الكتاب ما تلاقيهمش سنجل، لكن تلاقيهم ايه؟ كابلز. لا ده مش معناه ان سنجل، هنشوف سنجلز برضو هنا، هنشوف ناس بالمفرد، لكن هنا ايه؟ يبتدي في لوقا 1 بعيلة، مين ومين؟ زكريا وإليصابات. اقرأ كده معايا عدد 6، وكان كلاهما برين امام الله. ده البر الشرعي، البر المكتسب على اساس الذبيحه وبالايمان، وسالكين، ادي السلوك، في جميع وصايا الرب واحكامه بلا ايه؟ بلا لو. حاجه جميل. طب وظروفهم عامله ايه؟ سمعوني في شوكة موجودة سامح بيها الرب. ما دي اللي بتخلي الحياة أحلى يا جماعة، صدقوني. اللي بيخليني منسوب فيه أكتر ومرمي عليه أكتر وأموره أغلى ومفيش حاجة بتلمع قدامي، إنه بيسمح كده بحاجة، حتة شوكة كده. أحيانا نقول له رب يا سلام بس لو كله اتظبط، يقول لي حبيبي أنت مش عارف روحك، لو كله اتظبط أنت مش هتبقى لازق فيا. هما الشوكة بتاعتهم مش لازم تكون عندنا، يعني ان هما ايه؟ ولم يكن لهما ايه؟ ولد. طب مشاعرك ايه يا إليصابات لما ما كانش ليك ولد بين نساء اسرائيل؟ عارفين مشاعرها بقى لما ربنا قال لها هيجي منك يوحنا؟ قالت الرب نظر الي لينزع ايه؟ ده مش موجود النهارده، ربنا ما اداش لعيله خدم شعار ولا حاجه، ده حكمه، لكن زمان كان ايه؟ عار، مش عارف ارفع راسي وسط اي عيله بروح لها، عار. طب ليه سامح بكده؟ ده بقى حكمته. ودول كانوا من البقيه، وروح القدس يقول له لوقا ضعهما في مقدمه لوحتك الجميله التي سترسمها كفنان في كل انجيل لوقا. طيب تعالوا بعد كده نقرا عن برضو 2 تانيين، اصحاح 1 برضو عدد 26 27. قبل بس ما اقرا دول عايز اجي معاني اسامي الاثنين اللي فاتوا. سمعنا احنا من اخونا عياد اسم واحد فيهم بس عايز اكمل. زكريا الله يذكر، إليصابات وعود الله، الله يعد كويس، جالهم ملاك اسمه جبرائيل الله قدير، وقال له هيجي منك ولد اسمه ايه؟ يوحنا الله حنان. اهو دول المشغولين باسم الرب. زكريا الله يذكر،
اليصابات وعود الله، الله يعد. جبرائيل، الله قدير، قدرة الله. يوحنا، الله حنا. ادي الصورة الحلوة، الله 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 في كل تفاصيل ودقائق الأمور. 26-27، وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من يد من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. ماذا نقرأ عن يوسف في متى 1؟ رجل بار. وعندما تعرض لتجربة قاسية جدا كرجل يهودي، رأى خطيبته العذراء قبل أن يجتمع معا وجدها إيه؟ حبلة. هيعمل إيه طيب؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه في المجتمع اليهودي؟ وبعدين هو كرجل يعمل إيه من شكوكه الشخصية؟ لكن يقول إيه؟ إذ كان رجلها برا لم يرد أن، ده مش بحبش يفضح، محبش يفضح، محبش يتكلم حاجات تفضح، أراد تخليتها إيه؟ يا سلام يا سلام يا سلام على التقوى. حاجة جميلة جدا. طب مريم تقية، شوف ترنيمتها، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بابا مخلصي، لأنه نظر إلى، هو أنا مين؟ أنا مين؟ يا ريت واحد يقول لنفسه هدي هدي شوية، أنت مين؟ أنت مين؟ أنا التراب صحيح، عارفين ترنيمة مصر؟ أنا التراب افتكري يا نفسي. ده أنت أيتها المنعم عليك، نظر إلى اتضاع إيه؟ أمته. أنا فتاة، هي على فكرة كانت 15-16 سنة حسب دراسة كلمة عذراء في العبري واليوناني. طيب انت عايشه فين؟ انا عايشه في الناصره. مخطوبه لمين؟ مخطوبه لرجل نجار. انا واحده بسيطه بس بخاف الله، مطبعه. طيب جاء السيد وولد وجاء الى الهيكل فوجد اتقياء ينتظروه. تعالوا نقرا عن واحد فيهم، اصحاح 2 عدد 25. وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك بسلام يا سيد، تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت إيه؟ خلاص. حقيقة أنا أرى في سمعان عدة صفات. الصفة الأولى كلهم اشتركوا فيها أبرار. الصفة الثانية إن الروح القدس عليه، أوحي إليه بالروح، جاء إلى الهيكل بالروح، على الرغم من أن الروح لم يكن يسكن فيه، لكنه أفسح مجال ليحركه الروح القدس. وهذا درس لنا نحن الذين يسكن فينا الروح، أن نفسح المجال للروح القدس، نسلك به ونمتلئ بالروح فنصبح روحانيين. هذه هي الروحانية الصحيحة. لكن الأمر الثالث كان ينتظر إيه؟ تعزية، مستني مجيء المخلص. واحدة 36، وكانت نبية حنة بنت ثانوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة، لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطالبات ليلا ونهارا. عمرها كام؟ يا إما 84، ده رأي المفسرين. الرأي الآخر إن 84 ده الفترة اللي هي مترملة فيها، بالتالي هتكون غالبا عاشت أكتر من 100 سنة. بس شوفوا ربنا ادها قوة صحية تعمل إيه. فهي في تلك الساعة
لما داخلين يوسف ومريم يحملها الرب يسوع له المجد، عملت ايه؟ وقفت. تعمل ايه؟ تسبح الرب وتكلمت عنه. في موضوع شغلت الحياة، ده كان ممكن يكون عندها مواضيع كتير تشغلها، دي حياتها السابقة مؤلمة. مؤلمة مش مؤلمة؟ تترمل بدري قوي وده سهل يعني؟ لا، عوض الرب بانها موجودة في جو باستمرار في تشجيع، زي ما بنشوف النهاردة اخوة واخوات بيتعوضوا جو التشجيع الروح. وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في ايه؟ في اورشليم. اختم بمكافآت الاتقياء في ملاخي، هم فضلين لي دقيقتين تقريبا. ثلاث مكافآت بالتحديد او اكتر، بس في الجزء ده لو رجعنا لملاخي تاني. اول شيء اشرت اليه تدوين اسمائهم وحالة قلوبهم أمام الرب من الآن. مكافأة تانية عدد 17، ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع. أرجو نحط الجملة دي بين قوسين، يعني إيه يكونون لي؟ افتح قوس. قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع، اقفل القوس وصل الجملة فهتطلع كالآتي: يكونون لي خاصة. في ترجمات إنجليزية دقيقة جاية my own possession. في الأصل العبري نفائسي، جواهري. وكان الرب يقول هؤلاء في اليوم الآتي، يوم بالنسبة لهم كان يوم الظهور، بالنسبة لنا احنا يوم الاختطاف، هؤلاء سوف يكونون ايه؟ جواهر. رغم انهم مش عارفين بضعفهم، بس دول من دلوقتي جواهر، وبكرة كمان هيبانوا قدام الناس ان هم ايه؟ جواهر. رؤية 3 فيلادلفي يقول انا هخلي الجميع يأتون ويسجدون عند قدميك ويعلمون أني أنا قد أحببتك. مع أن السجود عند قدمي الرب وحده، لكن إكرام من الرب، مش كده؟ رب هيجلسنا معاه عند حكم الأرض. ثلاثة، ودي كلمة أختم بيها برضو، عدد 17، وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه. نبويا اشفق عليهم، فعند ظهوري اشفق عليهم. لا وقت للدخول في التفاصيل ماذا سيكون الوضع في اسرائيل بواسطة النبي الكذاب والبقية التقية المعذبة، لكن الرب هيشفق عليهم يداريهم، وعند ظهوره يبيد، ودول يبقى عامل عليهم ايه؟ اشفق عليهم. طيب واحنا النهاردة قبل ما يجيئوا للاختطاف، الجو حوالينا صعب قوي، اقول كلمه تشجعنا كلنا: ما تخافش، في شفقه عليك وعليك، في شفقه علينا كعائلات، شفقان علينا. الجو صعب قوي، الجو ساخن قوي قوي بره، مش كده؟ لكن اشفق ايه؟ الاخ الحبيب الدكتور عصام رعد، كنت بتواصل معاه اسال على اخبار اخواتي المؤمنين اللي اعرفهم في هيوستن تكساس، وبعدين قال لي الحقيقة كلام أثر فيا، قال لي الدمج رهيب، قال لي لكن مفيش أخ أو أخت مؤمنين هو جسده أو بيته أو أولاده أصيبوا، قال لي الدمج فقط جه في السيارات والبيوت، لكن إحنا كلنا كمؤمنين سيف. مع اني قريت في النيوز ان في ناس وركلت وهكذا بقى. واشفق ايه؟ ليه؟ خافش. وساحفظك، وهذا الاعظم، من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين. بس بقى مش هيحفظنا وسط
هوريكين لا 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 بس ده هيحفظنا يروح عامل ايه اوت اوف قبل ما يجي الهوريكين الرهيب على العالم والارثكويك بتاع كاليفورنيا البيج وان مش هتكونوا هنا ما تخافوش هنكون فوق لانه مش ممكن هو وعد واشفق ايه اشفق عليهم رب يستخدم كلمته عزيزتنا فرصة لأخ مجهول يختم الصلاة وبعدها كان أخونا بهجت عنده حاجة ثم أخونا الدكتور زكريا يا إلهنا الصالح ما أعظم اسمك شكرا ما أمجدك يا رب وما أعظم كلمتك أشكرك يا رب كلمتك حية وفعالة وأمضى من كل سيد في حكيمك ما أعظمك يا رب نفوسنا وربط أنفسنا بمعرفتنا بشخصك يا رب أشكرك لأننا يا رب بقوة الله محروسون بعظمة وبارك اسمك يا رب لينا امتيازات عظيمة بشخصك يا رب ولينا انتصارات وانت يا رب اللي بتثبت قدامك الايات ومشينا فوق المرتفعات ما اعظمك يا رب حتى كان هناك متاعب كثيره في هذه البريه يا رب نشكرك لانك تثبت قدامك الايات ومشينا فوق المرتفعات وهكذا يا رب تقودنا في موكب مسيرتك كل حين ما اعظمك يا رب نشكرك لاني نستطيع يا رب ان نكون بملء الفم في هذه الجميع هيعظم انتصارك الذي يا رب لينا انتصار فيك عظيم يا رب.